كيف طالعة؟ كتير متوترة. نازلي اسمعيني شوي. بعدين غفران. بس عن جد شي مهم. شو هو؟ بس ما تكوني عشقتي. لا حبيبتي، لا عشق ولا بطيخ. عجيب. من الصبح وأنا بدي أحكي معكن شي مهم، ليش ما بدكن تسمعوني؟ لأنه نحن كتير مشغولين، مو وقت هذا الشي هلأ. جايين خطابة لنازلي، شو بك شو صار لك؟ نريمان، كيف طالع قلي؟ بتجنني نازلي. يلا خلصيني بقى، أنت شو بدك تحكي؟ إنه... يلا يا بنات انزلوا فوراً. يلا بتحكي لي بعدين، المهم أنك تكوني مبسوطة. يا حرام، بس إمتى بدك تنبسطي بقى؟ ما عم صدق شو هالحظ يلي إلك عن جد. خلصتي؟ أخي ولا كلمة، وكوني بنت عقلي لو سمحتي. كرمالي يلا نروح امشي. بتول رح تزعل كتير إذا سمعت، حتى يمكن تموت. شو بدك تساوي بوقتها؟ كشفت عليها، ما عندها أي مشكلة صحية. أنا تأكدت من كل شي بنفسي، ما بقى فيها شي. سمعتي شو عم قول؟ ما أنا بحاجتي. بتول بتحبك. خلصنا يلا امشي، ما بدي أتأخر عليهم من أول زيارة. يلا يلا. مين؟ اجوا يعني؟ ها ايه اجوا. روح بسرعة جيب قهوة. تمام. ايه روح ارجع عود مكانك. شو جايين يطلبوك لك يا رجال؟ شو بيعرفني؟ خفيت انا وناطرهم هون، فكرتهم اجوا حبيبتي. ايه رح يجوا ان شاء الله، معناها من عادات اسطنبول التأخير. اجوا ليكن اجوا. شفتي اجوا. يلا قومي خليني نظف ورتب الطاولة هون. عود خلصنا. لك عود. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلين فيك. شو بتشتغل يا ابني؟ دكتور يا خالي. وشو عرفنا؟ وين شهادتك؟ بس يا وفا، الشاب تعين بالمستوصف، لو ما كان دكتور كيف بده يشتغل هنيك؟ وإذا يعني بركي فات بالواسطة على المشفى، ما منقدر نوثق بأي حدا. الدنيا تغيرت تغيرت. أنا بدي شهادة. تكرم عيونك. بلشنا. بكرة بتكون عندك. مين هالسنكوحة؟ شو قصدك بهي الكلمة؟ هاي اختي يا خالتي، اسمها عائشة. مو مهتمة بحالة أبدا، حرام. بنتي كلي شوية دبس، كلي دبس. خليون يكبروا خدودك، شو هالمنظر هاد؟ معقول تضلي مثل العود؟ اسمعيني يا خالتي، بدي انصحك نصيحة. بكرة بتعنسي وبتضلي بيت أهلك إذا ضليتي بهالحالة. ايه شكرا، أنا مبسوطة هيك. ايه تصطفلي أساسا، يلي من المدينة ما بيسمعوا الكلام. القهوة رح ساوي قهوة. الباب رح افتح الباب. الشاب ماشي حاله، بس البنت قليلة أدب، شكلها مثل الحية. أنا ما ارتحت لها. هلا رح تشوفوا مين عائشة يا خالة. استني علي شوي لقلك، يقطع عمركن. مساء الخير يا نظلي. نسيتوا مرت عمك وأنا أجيت لأعطيها. أي
أوخ. إن شاء الله يكون مساء الخير عليكم يا عمي. كنت جاي أقول أنت إجريت لهون؟ شو جابوا هاد؟ عم نحكي بموضوع عائلي، ممكن تروح من هون؟ أنا بفتح. يا ربي شو صار، بيتنا جامع؟ آه. مين على الباب؟ وهلأ مين إجا؟ هي دكتور زياد. زياد؟ بدها زياد. أخ أنا عن جد اشتقتلك. يا ربي دخيلك، مين هاي البنت؟ ما تحملت وإجيت، حبيت المفاجأة؟ ها؟ جاوبني، حبيت مفاجأتي؟ شو عم بصير هون؟ سكوت شوي حبيب قلبي. يا ربي دخيلك. انتي مين؟ نازلي ليكي. مين انتي؟ انا خطيبة زياد، اسمي بتول. مين هي البنت؟ شو عم تعملوا انتو هون؟ نقلعوا من بيتي. اوعك تنسى تاخد خطيبتك وانت رايح من هون يا دكتور زياد. امشي بتول. ليش؟ ليش؟ بس اسمعيني، رح فهمك. أنا فهمت كل شيء. أنا سمعناك بما فيه الكفاية، نقلع يلا. وقعك تخليني شوفك مرة تانية حوالين بنتي. نقلع. آخ شايفتي لي الشباب آخر زمن ما بيفهموا ولا بيعرفوا شو يعني الحب الصافي والنظيف. طلع خاطب وجا ضحك على بنتك. اوعكم تزعلوا، الله ستر الحمد لله. منيح انا كشفته من هلا، منيح ما تزوجته وجابت ولد. شو كنتوا عملتوا؟ حسن خبرني. رح تسكت ولا بقن اكلا؟ قول الولد. وفا خلاص يا وفا سكتت. تركيه سكتت يا خالتي سكت. امشي لعند ناصلي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.